اهلا بحضراتكم، يوم جديد من شهرنا الكريم. الحقيقه سؤالنا النهارده هو سؤال منطقي جدا. عيان بعت لي بيقول لي يا دكتور انا عملت العمليه مع حضرتك وبيجي لي دور امساك، وبصراحه انا خايف الشرخ يفتح، خايف الشرخ الشرج بعد العمليه يفتح. لا ده في بقى معلومه لازم نفهمها لكم كويس قوي. شوفوا يا جماعه، الشرخ الشرجي احنا اساسا في عمليات الليزر احنا ما بنقفلوش. الشرخ الشرجي احنا بنشيل حدوده قطع، لما بنشيل حدوده بنديله فرصه للالتئام، ده احنا كمان بنزود الدوره الدمويه عن طريق عمليه ارتخاء للعضله مش قطع للعضله. اذا انا العام بيخرج من العمليه الشرخ بتاعه لو كان سمكه ملي اصبح 2 ملي او 3 ملي، بس التئامه اسرع. علشان كده لو جاله دور امساك او عمل عمليه اخراج بصعوبه مفيش حاجه اسمها الشرخ يفتح اللي قفل، هو اوريدي احنا ما قفلناهوش، الليزر مش بيقفل. انا باكد المعلومه. الحقيقه سؤال مهم، ليه بيخلي العيان مستريح بان الجرح يا دكتور لسه في بعض الحرقان بتاع لحد فتره التشافي المتفق عليها، فاحنا بنطمنكم ان مع الليزر الامور افضل كتير وعملية الالتئام بتكون إن شاء الله عملية سريعة. أسئلتكم حلوة، أسئلتكم كتيرة وإجاباتها بسيطة. دمتم بخير ورمضان كريم. دمتم بخير مع الدكتور وائل متولي. هذه الحلقات برعاية عيادات دينو كلينيك.